الحين من المعتقل حسن علي العاصية سجن جار المركزي مبنى 12. أول شيء هناك ضغوطات على الناس خلال بعد ما طلعت تسجيلات صوتية، ضغوطات على الناس من الشرطة، من الإدارة، مو بس من الإدارة، من وزارة الداخلية، أن الاتصال منعوا على الناس يوم السبت والجمعة، والاتصال لازم واحد ولازم شرطي قاعد يراقب بكل التفاصيل، يدش بأمور الخصوصية اللي من حقه المفروض إنه ما يدش فيها، يتدخل في الأشياء الخصوصية، يسمع أهلك، يسمع بيتكم زين، وش تقول وش ما تقول. هذه شغلة. الشغلة الثانية الإجراءات، كل الإجراءات على قولتهم الاحترازية اللي صارت كلها مو موجودة، افتراء وكذب، له المكالمات المرئية هذه كلها كذب، وخلوا بعض الأشخاص مو من طرفنا، مو من جماعتنا، خلوا بعضهم إنهم يتصلون عشان بس يصورون له، يبيضون الصورة إليهم إنهم قاعدين يسوون هذا الشيء. فأكثر أو النسبة الكثيرة إن ما في أصلا هذه الأمور، مو على أرض الواقع، مو موجودة، كلها افتراء وكذب على هذا اللي قاعدين يصورونه، لأن وزارة الداخلية يصورونه للناس برا أو المجتمع اللي برا، هذا كله افتراء وكذب. الإجراءات الوقائية ما في إجراءات وقائية ولا إجراءات صحية. العيادة، إحنا في المبنى 386 معتقل، يطلعون للعيادة 10 أشخاص زين، وإيش أقول لك يعني بالقوة إن إحنا نجبرهم إنهم يطلعون أكثر، بس هم ما قاعدين يوفرون لنا هذه الأشياء. الإجراءات الوقائية الشرطة زين، والشرطة بكثرة أصلاً قاموا بكثرة أصلاً يحتكون بنا، ومن غير أي كمام، من غير أي قفازات زين، وهم أرد الشرطة يختلطون بالمجتمع الخارجي. ما ندري إحنا هل إجراءات الإدارة، هل في شيء لو ما في، هل في إجراءات لو ما في إجراءات، بالصورة اللي إحنا نشوفها إنه ما فيها إجراءات، لأن ما عندهم إجراءات وقائية. الشرطة، الطباخ، العمال، كل هذه الأشخاص ما عندهم إجراءات وقائية في هذا الموضوع. إحنا نريد بس المجتمع يشوف هذا الشيء الإنساني، إنه يعني يشوف لنا الوضع داخل السجن، الاكتظاظ داخل السجن، في الزنزانة الواحدة فيها 17 سجين، وأقل زلزالة فيها 16 نزيل و 15 نزيل. نحن معتقلين سجن جاو مركزي، نرجو منكم كل الحقوقيين، كل النشطاء، أن يشوفوا لنا هذه الحالة الإنسانية.